شويه من اللائحه. فاكرين مش قلت لحضراتكم اللائحه احنا عندنا البنود بتاعتها، فقلنا احنا كل شويه كده هنعمل ايه؟ من على طرف المعلقه شويه كده بشويه. اه فاكرين دي؟ فاكرينها ولا لا؟ دي اللائحه اللي جت الحمد لله على السلامه. ماشي كده؟ اللي جت من فين؟ من الاتحاد الدولي لكره القدم. تعالوا نديكم بقى ايه من ضمن السقسقه، الماده 37. ماده 37 اهي قدام حضراتكم على الشاشه. انا اجي الناحيه دي كده عشان انا ايه تبقى على عدلتي احسن. ايوه ماشي. مجلس دي الماده 37 قدام حضراتكم اهو بالانجليزي، احنا هنترجم اهو. مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم يجب ان يكون يعني يجب ان يتكون من 9 اعضاء. ماشي كده؟ اللي هم رئيس، 7 اعضاء، وعلى الاقل مقعد نسائي. ده اللي جاي منين؟ ده اللي جاي من الفيفا. دي اللائحه اللي جايه منين يا اولاد؟ اللي جايه من الفيفا، رايحه على فين؟ على اتحاد الكوره. اه تعالوا بقى نشوف المفاجاه. بيقول لك في الاجتماع الاول للمجلس عقب انتخابه سيتم التصويت على اختيار نائب اول ونائب تاني، ومن يحصل على اعلى الاصوات يكون النائب الاول. يا سلام يا سلام، ده انفراد، ده الانفراد ده عبد الباسط بكتير. اه مش قلنا لحضراتكم احنا انتوا عارفين احنا بنتكلم في ايه ولا لا؟ بنتكلم في النائب. النائب ده الخناقه كلها، خناقه مش على الرئاسه، خناقه على النائب. مش نائب بس واحد، لا لا لا، الاتحاد الدولي قال لهم لما تعملوا الاجتماع بعد ما تنجحوا بالسلامه اللي هو هيبقى رئيس و7 اعضاء، مفيش نائب، رئيس و7 اعضاء. اللائحه رايحه من هنا بيقولوا لهم ايه؟ بيقولوا لهم رئيس ونائب وباقي الاعضاء. بيقولوا لهم كده رئيس و7 اعضاء ونائب اول ونائب تاني. بس نائب اول ونائب تاني منين؟ بعد ما ينجحوا ويقعدوا على الترابيزه ويعملوا تصويت ويتخانقوا تاني وتاني ونعيده من تاني ونعيشها تاني. يا خبر ابيض. نركز. في الاجتماع الاول بعد ما يتم الانتخاب يتم التصويت على اختيار نائب اول ونائب تاني، واللي يحصل على اعلى الاصوات يكون النائب الاول، واللي يحصل على الاصوات الاقل يبقى نائب تاني. ماشي كده؟ القصه دي بتاعت النائب دي بقى مش قلت لكم اللعب حلو؟ اللعب حلو والجيم كبير والملعب واسع وفارس لفارس. وفاكرين لما كان ضيفي وضيف حضراتكم حاج محمود الشامي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم السابق، قال لو مش موجود النائب من بره مش داخل. اقول تاني؟ قال لك لو مش موجود النائب من بره مش داخل. وهي بقى فكرة موائمات واختيارات، مين هيبقى موجود مع المهندس هاني بوريدة ومين اللي مش عايزه المهندس هاني بوريدة، ومين اللي هيبقى موجود في الحتة ديت ومين اللي مش هيبقى موجود في الحتة دي، ومين اللي مش هينزل الانتخابات ومين اللي هينزل الانتخابات. فنلاقي حاجات اهي من الفيفا بتقول ايه؟ نائب اول ونائب تاني من الترابيزة. لو تفتكروا احنا قعدنا في الاتحاد اللي فات ده، ها قعدنا قد ايه؟ قعدنا قد ايه؟ يجي مثلا بتاع حوالي 3 سنين خناقات ومشاكل، وده يقول انا الحق والتاني يقول انا الحق وده انا الحق والتاني ها كده كتير بقى. فاحنا كده كتير بقى مش بالاعلى اصوات، يعني ما نخشش الانتخابات فال7 اعضاء يقوم مطلعين منهم الاعلى اصوات. لا 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 لا، مش بالاعلى اصوات، يعني ما تقوليش انا جايب اعلى اصوات في الاعضاء فانا ابقى النائب. لا لا، بالتصويت. يعني انت ممكن تبقى جايب اقل واحد في الاعضاء ونقعد بالتصويت على الترابيزه، انت علاقتك كويسه بالترابيزه، فهي كده بتتقال كده علاقتك كويسه بالترابيزه، الترابيزه كذا قصاد كذا، فتقوم مخلص نائب اول، اللي بعدك في الاصوات يقوم مخلص نائب تاني، والنائب الاول بقى يتخانق مع النائب التاني لما ما يكونش الرئيس موجود. ايوه ما بقول لكم من دلوقتي اهو،
فيقول له لا دي اختصاصات، يقول له لا دي مش بتاعتك، لا دي بتاعتي انا هصحى الصبح بدري، لا مش هتصحى حتى الصبح بدري انا اللي ها. ونقعد بقى في البلابلي ده كتير. قال لك عضو المكتب التنفيذي الدولي يكون بالتبعيه عضو في مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، وده مفهوم اصلا كده او كده يعني. المهندس هاني بريده بقوه القانون هو كده كده بقوه مركزه ومكانه في الاتحاد الدولي هو كده موجود عضو، لانه لو تفتكروا في وقت الاستاذ جمال علام، لو تفتكروا ايه اللي حصل، المهندس هاني بريده حضر اكتر من اجتماع داخل الاتحاد ده بشكل شرعي بقوه المركز بتاعه. خد بالك، اصل انا في دماغي عماله بترن حاجات برضو. النائب الاول والنائب الثاني، ما هو ممكن ما يبقاش في خناقه اصلا على النائب يعني، ما هم كانوا هيخشوا الانتخابات ناس تخش قصاد بعض، فكان مثلا يقال انه الحاج محمود الشامي داخل مستقل، يقال انه الاستاذ جمال علام هيخش مع المهندس هاني ابو ريده. طيب هل ممكن تحصل قاعدة، ركز معايا بقى اصلا عمال ايه افكر وترن في دماغي حاجات، هل ممكن يحصل قاعدة حاج محمود الشامي مع الاستاذ جمال علام مع المهندس هاني ابو ريده، فيخشوا هما الاتنين فيبقوا موجودين، فيبقى الدنيا ماشيه حلو، محدش بيتخانق مع حد، ونخش جوه الترابيزه، وجوه الترابيزه نبقى متفقين من الاول انه ده نائب اول ونائب تاني. ها حلوه الصيغه دي، حلوه الصيغه دي عبسط، حلوه الصيغه دي. ها ماشيه، ما انا هقعد افكر لحد ما الحلقه دي ما تخلص. الخريطه اصلها قدامي، الخريطه قدامي، وانا قلت لكم الواحد بيعرف حاجات ويعني ها بنحاول نقول اللي ينفع يتقال، انما كل ده عادي، كل ده في الاتفاقات وكل ده في التمام. وخد بالك التربطات والحاجات بتاعت الانتخابات دي، انت النهارده مثلا النهارده كام؟ 14؟ 14 ونص، يوم 14 ونص ممكن تلاقي الكلام ده كله اتغير عادي جدا، مفيش مشكله. يوم 15 تلاقيه اتغير، اللي بتتفق عليه النهارده ما تتفقش عليه بكره، ما تتفقش عليه كمان نص ساعه اصلا. نرجع تاني لله يعني. أتى عم سعيد، أتى عم سعيد قال لك جميع من يترشح لانتخابات اتحاد الكرة هيخضعوا لفحص النزاهة، أيوة، أمام اللجنة الانتخابية اللي هتشرف على الانتخابات. دي اللي هي اللجنة الخماسية، هيقعدوا بقى قدام بعض هيخضعوا لاختبارات وكشف النزاهة. انا ما اعرفش اختبارات النزاهة دي ايه، بيبقى اسئلة يعني سؤال وجواب يعني، ولا هتبقى ايه بقى ايه يعني. هيبقى خاصة بكل حاجة. ماشي، مدة مجلس اتحاد الكرة يجب ان تكون 4 سنوات، الا او حتى نهاية دورة الالعاب الاولمبية القادمة. بقول لكم النبي، اللعبة حلو، لا اله الا الله، اللعبة حلو، والحته دي جديده، الحته دي جديده بتاعت دوره الالعاب الاولمبيه ديت القادمه، ايهما اقرب؟ مجلس اتحاد الكره مدته يجب ان تكون 4 سنين. يعني ايه؟ يعني الانتخابات المفروض لما تيجي تتعمل 4 سنين، ماشي، او حتى نهايه دوره الالعاب الاولمبيه القادمه، ايهما اقرب؟ كده يبقى ايه؟ العدله مشيت مع بعضيها على سنه. امال ايه؟ ما هو مين القريب؟ الدوره الاولمبيه اللي جايه، الدوره الاولمبيه اللي جايه دي اللي هي في 2021، اللي هي بتاعت 2020، فديت القريبه، فاول لما تخلص هنقوم مدورين مكان وعاملينها سنه. يلا على بركه الله. مجلس، صح كده ولا انا بتكلم؟ مدة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يجب أن تكون 4 سنوات أو حتى نهاية دورة الألعاب، يعني لما تتعمل الانتخابات اللي جاية ديت يتم الدعوة ليها بعد ما تخلص المدة دي، هتتعمل هي لمدة سنة وتنتهي مع دورة مع الأولمبياد. أقولها تاني الحتة دي؟ أقولها تاني تالت ورابع، عشان الحتة دي لو تفتكروا كلام السيد وزير الشباب والرياضة اما قالك احنا مش هنتحرك الا لما يحصل توافق، قالك دايما انا هشوف الاتحاد الدولي هيقول ايه، توافق بنشوف الدنيا، ده بقى التوافق.
وبالتالي طالما في توافق بيقول لك مده الاتحاد لازم تبقى 4 سنين او حتى نهايه دوره الالعاب الاولمبيه ايهما اقرب. فانت حضرتك المجلس ده مدته اللي هي اللجنه الخماسيه دي مدتها تخلص 30/7 كده او كده هيعمل انتخابات وهيتوافقوا في موضوع اللجنه الاولمبيه اللي كنت بطرحه في الاول. لما يجي يعمل انتخابات هتخلص مدتها امتى؟ مع نهايه دوره الالعاب الاولمبيه اللي هي هتتلعب امتى؟ دوره الالعاب الاولمبيه اللي هي هتلعب في 2021 فتعملها لمده سنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد دوره الالعاب الاولمبيه تقوم حضرتك مجمع نفسك وعامل انتخابات جديده لمده 4 سنين كمان. بس هو السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، ركز بقى في الحته دي، لما تيجي تتعمل الانتخابات اللي بعدها مش تتعمل برضه وتكمل ب4 سنين؟ قول لي ليه؟ ما هو انت في 2021 انت بتعمل الاولمبياد اصلا بتاعت 20 كام؟ 2020. فانت المفروض الاولمبياد بتتعمل كل كام سنه؟ ها؟ 4 سنين. حلو كده؟ حلو. فلما تيجي حضرتك تقول لي انه الاولمبياد هتبقى على عدلتها في 2024، مش ده الطبيعي؟ ده الطبيعي. فلما هتيجي تتعمل في 2024 مده المجلس هتبقى قد ايه؟ هتخلص برضو مع اللجنه الاولمبيه، مع الدوره الاولمبيه اللي هي هتبقى بعد 3 سنين. بقى اهلا وسهلا بحضراتكم، احنا عندنا عدد 2 مجلس اداره اتحاد كره قدم، واحد هيجي لمده سنه يخلص عند دورة الألعاب الأولمبية ديت 2021 اللي هي بتاعت 2020، وبعدين هيتعمل انتخابات تانية. الانتخابات ديت المفروض تبقى على 4 سنين، ولكن علشان خاطر الدورة الأولمبية هتبقى بعديها في 2024 يعني بعد 3 سنين، فهتخلص الانتخابات دي ويتم الدعوة لانتخابات جديدة بعديها. السؤال بقى اللي هتبادر لذهنك، دي بتتحسب ايه؟ دي بتتحسب ايه؟ تتحسب دورة كاملة ولا بيتقال عليها ايه؟ اصل عارفين ده معناه ايه؟ انه مفيش حد هيقبل لو هي الانتخابات دي هتتحسب اكنها دورة كاملة، لو هتتحسب اكنها دورة كاملة محدش هيخشها اللي هي بتاعت السنة دي. ولا كان اخشها ليه وتحسب عليها ليه؟ مش داخل. فالعتاولة بتوع الانتخابات يقول لك يا عم انا واخش واقعد ادفع فلوس ودعاية انتخابية وروح هنا ولف واطلع هنا واطلع من دي على دي ومن البلد دي للبلد ديت ومن المحافظة دي للمحافظة ديت. خليكم معايا، اللي بقوله لكم ده مهم قوي والله، بتحسب كده. فالشقلب وقلب، احنا فاضيين؟ لا يا عم احنا مش داخلين. فالسنة ديت ممكن تلاقي العتاوله بتوع الانتخابات ما يخشوهاش، هنخش على سنه. ممكن بقى ايه يبقوا فكروا في موضوع 3 سنين ويقول لك انا مضحي بسنه.